وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم همام مدير معهد القادة بحلوان. دكتور همام، بعد التحية، يعني قراءة حضرتك لقرارات وزير التعليم العالي المتعلقة بالطلاب ذوي الهمم. أهلا وسهلا بحضراتكم. بالفعل يا فندم، يمكن كان ده الاهتمام بتاعنا ومن أولوياتنا جدا، اهتمامنا بولادنا من الفئة دي، لأن هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، خاصة وأن دي إبداعات كتيرة جدا لولادنا ذوي الهمم. من ضمن الأنشطة المختلفة اللي قمنا بيها بالتعاون مع المراكز اللي حضراتكم ذكرتوها، وبالفعل تم إنشاء 20 مركز، 7 مراكز دلوقتي كمان قيد التنفيذ هذا العام بالاشتراك مع المؤسسات الدولية المختلفة لتنفيذ أكثر من 1000 فعالية. والطلبة بتاعتنا للشرق يمكن أكثر من 130 ألف طالب. آخر هذه الفعاليات كانت موجودة على أرض معهد إعداد القادة تحت شعار كبير عملته وزارة التعليم العالي اسمه مبدعون باختلاف، لأن أولادنا المرة دي مش بس هيبقوا ذوي الهمم فقط، ولكن بالدمج مع أولادنا التانيين الأسوياء داخل الجامعات، فبالتالي أصبح عندنا مجتمع جامعي واحد. آخر فعالية كانت موجودة هي بنك الأفكار المختلفة وبنك التفكير تحديدا أو ثينك تانك، ولدنا طلعوا مجموعة من المبادرات الأكثر من رائعة اللي بتخدم المجتمع الجامعي وتخدم تلك الفئة الهامة داخل المجتمع الجامعي. معالي الوزير يمكن كرم أول 3 أفكار فائزة وثالث أفكار أيضا متميزة. مش كده وبس، كمان خدنا أولادنا المتميزين في مهرجان العالمين ومارسوا العديد من الأنشطة وشافوا الاستثمارات اللي بتحصل على أرض مصر، وابتدوا يطلعوا إبداعاتهم أيضا في النواحي الفنية أو الحاجات الأشغال اليدوية، حتى يمكن الأنشطة الترفيهية والرياضية، وحضور كمان الأنشطة الثقافية بالاشتراك مع الوزارات الأخرى. قد إيه الاهتمام بالولاد دول بيطلع كل الإبداعات اللي موجودة جواهم اللي احنا كنا نتمنى اكتشافها من زمان. نعم، هنا يبرز دور التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء تعاون بين وزارة التعليم العالي تحديدا أو معهد القادة بحلوان على وجه الخصوص. أهمية هذا التعاون واستراتيجية التعاون ما بين الجهات لتقديم التيسيرات لهؤلاء الطلاب. احنا يمكن دلوقتي معالي الدكتور ايمن عاشور وجه بان في عندنا مستشار كمان للطلاب ذوي الاعاقه الدكتور شيرين زكي مع رئيس المجلس القومي للاعاقه الدكتور ايمان كريم، اللي بصراحه ما بتبخلش علينا تماما بانها تقدم لنا كل يد العون في هذا الموضوع. العديد من الوزارات والمؤسسات المختلفه طبقا للتوجهات بتاعه القياده السياسيه اللي بجد المرة دي بتختلف تماما عن سابقتها من السنين، من قبل 10 سنين فاتوا، أصبحت المؤسسات دلوقتي بتتعاون كل في اتجاهه ومجاله لخدمة الفئات المختلفة في المجتمع، واللي على ولوياتها بقى عندنا دلوقتي إتاحة للمباني الموجودة داخل الجامعات، عندنا إتاحة للبرامج التعليمية، عندنا إتاحة أيضا للأنشطة الطلابية بمختلف الأنواع بتاعتها. عندنا 7 أنواع من الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وأيضا بالاشتراك مع المؤسسات والوزارات الأخرى لتلبية كل مطالب أبنائنا. بالمناسبة احنا على تواصل مباشر مع أولادنا في كل الجامعات المصرية من ذوي الهمم، وده كمان يمكن حاجة أنا على وجه التحديد من الحاجات اللي بفضلها أسلوب النمذجة، إن احنا نبقى بنشارك أولادنا في كل خطوة بيعملوها، في كل فعالية بتحصل، في كل طلب وكل فكرة جديدة عندهم لحد ما يوصلوا لغاية تنفيذ هذه الفكرة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور كريم همام مدير معهد القادة بحلوان، كنت معنا هاتفيا.